في العادة الفاشن ديما حاضرة بقوة في برنامج نهار الكازين، خاصة نهار الأحد، واليوم باش نعطيكم برشا أفكار في لشهر سيدي رمضان، خاصة وقت اللي تكثر الخرجات والسهريات وزيارة الأقارب والعائلة. هذاك علاش اليوم حابين تكون التيم اللي باش نحكيو فيه خاص بشهر سيدي رمضان. نحب نرحب بالستيليست المصممة الرائعة أمال بن حسين. مرحبا أمال. عسلامة، مرحبا. شنو نهارك أسعد الأيام. يعيشك. الحمد لله. سافا نحضروا تحضيرات رمضان ان شاء الله. حضروا خاصه مكتعرف، احنا نسافي تونس نموتوا على القعدات، نمشيو مكتعرف رمضان اكيد نقعدوا ونخرجوا برشا ونسى كل حتى اللي تكون تلبس سبور شيك وتلبس عادي، الكلها تتحول فجاه للجبايب والعبايات والجلباب وكل شيء معناها اكيد. فما برشا سهريات، برشا خرجات، صداقات، فيونسايات، برشا مناسبات اللي يلبسوا فيها ويستحقوا، تستحق اي امراه حاجه هكا مزيانه وحلوه اللي باش تظهر بها في مظهر انيق ومزيان قدام عائلتها وراجلها وخطيبها. هات نبداو باللي لبستو، خاطر انا لبستو ديجا شخت عليه على الاخر، سامبل سامبل ومحليه كل الشده وكل الديزاين اللي عملته بالحق ياسر مزيان. احكي لي عليه شويه. بون، هذا جبه، جب مطروزة جالون مسخم محليه برشا. بون، انا خاطر هنا نقول مسخم خاطر يعجبني وكل. نحب برشا الالوان، نحب ديما ندخل لون، يعني ندخل في لون نحب برشا يعطي روح، يعطي روح ويعطي هكا نظارة نقول هنا هكا وإشراقة للوجه، تحية هكا تحسه ك حتى نفسيتك، حتى يعطيك طاقة، طاقة إيجابية برشا كي تبدا لابسة ألوان فاتحة، تبدا هكا شيخة ومتفرهدة وفرحانة. بون، هذا بون جبة، احنا نقولها جبة فراشة هكا، أما ديزاين جديد معناها. بون، هنا كل مرة نحاول نبدل في الـ يعني في نوعية القماش، ومن طون نبدل في الديزاين اللي يبدا في القطعة. هات نبداو الكوليكسيون اللي جبتها معاك، دونك نبداو بالجلباب الأولى. نبداو به هذا اللي هي عبايه صغيرة، بون هي قفطان زايدة متروس، تنجم تلبسو عروسة صديق، بون بدوين حنة، يعني قماش ياسر محليه مزيان وهذا يكتبينا شويه للمناسبات. المناسبات نحن نحكيو على مناسبه في رمضان، نجم تكون خطبه ولا حاجه. صحيح. هذا يجي معاه البستيه نتاعو من اللوطا ومعاه البونتالون لارج وحاجه مزيانه ستيل برنوس حلوه كيما نجمو نلبسوها هكايا ونلبسو جين. بون جين لا، اما بونتالون بلون بيج حاجه فهمت، نتاع نتاع خطبه نحن 27 ليله النص حاجه هكا ياسر واو. يعطيك الصحه. باهي نمشيو للثاني. نتعداو هذه جبه خفيفه ومزيانه برشا، ساتان دو سوا، مطروز كله بالكريستو. حاسه ساتان رجع بقوه، خلينا نقول انا معناها في الجبايب في الجبايب. عندنا بليزيوغ موديل نتاع ساتان، عندنا ساتان دو سوا، عندنا ساتان امريكان، عندنا برشا. المهم قاعدين في الساتان. ساتان حاجه خفيفه وصيفي وميم طون تنجم يعني خفيفه. باش نقول لك حاجه، حتى كي باش تخبيها ولا حاجه، احنا راه ما نحبوش، حبينا نبعد شويه على القفات اللي هما يبداو شارجي على شارجي وتقعد تخم حتى باش تحطها في الكاردروب نتاعك والكل. دونك كي نلقاو احنا جلباب كيما قاعدين نشوفوا فيه هذايا ديجا فينو، هذايا جبه والديزاين نتاعو حلو على الاخر، تنجم تلبسه تك تك معناها، وحتى في الخزينه ما ياخذلكش برشا سباس. لا لا، والموديل نتاعو هذا عملته 12 كان ظهر ظهر سانتور في الوسط، سانتور في الوسط ويد قصيره ويد طويله. يا ريت الموديل نتاعو مش نفس ال سانتور. دونك هذه كما تشوفوها هيك ديجا الكريستو اللي هو طوندونس على الاخر، الكريستو في الرقبه اي نفسه اي حلو خفيف. هذا جون في مدام زيدا، عندها سهريه، عندها خرجه، عندها لما مع صاحبتها في رمضان تحب تمشي انيقه جدا. وين نلبس حاجه كي من هكاك باش نمشي مستدعيه بالطبيعه. فهمت. هذه عبايه
هذه تنجم تكون مع دجين. نحبوا من هذوك نتاع دجين. هذه خفيفه. هذه خفيفه تلبسها بون تنجم تلبسها حتى في النهار ماهيش حاجه يعني ما فيهاش برشا ما فيهاش جالون نقولوا احنا دوغي يلمع نتاع مناسبه نتاع خطبه نتاع عرس هذه حاجه خفيفه. تنجم تلبسها في السهريه زايده تكون لابسه انت جلبيبك ولا لابسه روب وكل وتحطها فوق لبستك ما عادش كان تحب نجرب هي نجربها تشوف هذه كيف خفيفه هي جربها جربها حتى فوق بون ما نعرفش تبين تظهر هكا ولا اي ديجا هي ظاهره هكا حاجه فوق بنطلون فوق فهمت احنا حطيناها فوق واحد ما تجيش اما هي أي حاجه سامبل وكل مزيان على الاخر نمشي نمشي مع الاولاد نمشي لهذيا دونك هوني هاكا نخليك تحكي انا هاكا ان شاء الله نخليك تحكي. اي هذا قفطان سامبل مزيان بون ماهوش سامبل برشا فيه كريستو وكل كيف كيف زاده نتاع خرجه نتاع سهريه وكل. هذوكم الريش توندونس برشا مزيان هو مستحسن في كل يعني قفطان جبه عبايه كل نحطوا حاجه تحيي التيسو وتحيي الديزاين وبالطبيعه زاده كل قفطان ولا كل جبه ديما يلزمنا نشوفوا خلينا نوريكم هذايا زاده الاولاد نشوفوا هذايا فوالا دونك هذيا جبه زايده وتتكبس من هون ريتها هكا كيف كيما لبستها انا اما ديزاين اخر نقعدوا ديما في الساطان حاجه مزيانه على الاخر الساطان مع شويه ديزاين وين الرقبه وسامبل والسانتور هذه زاده محليه على الاخر كيما قاعدين تراو فيها فوالا دونك سامبل احنا جبنا لكم عبايات نتاع خرجه هكا بعد شقه الفطر تمشيو بها حتى القهاوي الكلوب دو شون اللي تحبوا عليه بعد العائله والكل دونك حاجه مزيانه على الاخر بعد تعب النهار كامل وكوجينا طبيعي هذيك لقينا وقت باش لبسنا يعطيك الصحه الو ما يسالش هكا الواحد نوريكم دونك هذه شفنا نوار مزيانه زايده هذيك هذيك حاجه نعرفوها دونك نوريكم الاولاد هذيا باش نربحوا شويه وقت الو هذيا ياسر مزيانه كيف كيف تنجم تكون حتى تلبسها مثال عندك خطبه ليله 27 ليله النص زايده تلبسها حاجه مزيانه على الاخر محلاها كما قاعدين تراو فيها ياسر مزيانه هوني اعتمدت معني خليك انت تحكي ما يصيرش ما يصيرش انت بون كيف كيف زيد ساتان دو سوا وفما الحرج فما جالون ديما يتوسط الهوني ديما في وسط باش يعطي يعني يعطي حاجه مزيانه للعين يزيد في القطعه ويضخمها والكل الحرج نتاعها ياسر مزيانه ديزاين ياسر محليه والدوغي ربخ ومحليه هكا اللي يجي على المورفولوجي نتاع اي بدن ويعطي هكا ديما نحس هكا يعطي روح هكا يعطي حاجه مزيانه فما ورينا البيخ فما البيخ عربيه نوار بون نوري نوار فما هكا نوار سامبل تنجم انت تكون بلبستك تخرج تحطها فوق الدبش وتمشي يعني ماهيش حاجه صعيبه بون هنا نحط لي بروش فما لي ديتاي لازمنا نركزوا عليهم هذيا بروش حلوه برشا ومزيانه وهكا كوني شامخه كنسر صحي انا ياسر هكا ندقق عندك امور الطاقه اي مساجات ديما في الامور الايجابيه والطاقه والحاجه اللي تفرح واللي تزهي بيان معناها اي بيان سور ديما تستوحى تحاول تستوحى معناها جميع تصاميمك من الطاقة الإيجابية ديما تخلي هكا عندك ميساج تحب توصله للكل. توا هذه نوار دونك بون هو نقول أنا ملك الألوان النوار هو ديما المسيطر يعني في كل ملك الألوان سيد الألوان يعطيك الصحة. ما أنا ما حبيتش يقعد هكا نوار وكا هاو دونك حبيت حاجة تحيي دخلت فيه دخلت فيه هذايا البروش وكل وكيف كيف زاد هوني نجمو بعد ما نلبسوا بون نجمو نعملوا بروش اخرى نجمو زين برشا وفلوغ وتوا نتاع الوقت توا يعني نجمو نلبسوا على الجين هذا نختموا بالفيخ عجبني على الاخر فيت دونتيل دونك هاكا عطيناكم البلور عطيناهم الساطان وعطيناهم توا الدونتيل هذه عبية مزيانة زيدا كيف كيف زيدا على الجين سمية ولا على حتى بونتالون نوار باش ناخذوا من الكولور هذا ونسقوا
فهمت ياسر حلوه في اللبس، مزيانه مزيانه برشا. نعطيو زاده حتى افكار للاعلاميات اللي يقدموا في شهر سيدي رمضان هاو كذا، نحيوا شويه اللبسه التونسيه نتاعنا، اللبسه التقليديه كيف كيف مع ديزاين حلو هكايا زاده تمشي معنا حتى بتلز حاجه مزيانه على الاخر. في التلفزه عبايات جبه خفيفه حاجه مزيانه ديجا توا قاعده نحضر في حاجه حلوه برشا ان شاء الله بتلبس منها انت في رمضان ان شاء الله. عبايات حلوه وديزاين مزيان وحاجه اوريجينال ومزيانه برشا ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك عزيزتي، تجاوزنا الوقت، محليك على الاخر ويخليك كلمه اختام. يعيشك بون ان شاء الله، رمضان مبروك علينا على الامه الاسلاميه الكل، وان شاء الله ديما عندنا جديد وعندنا حاجات مزيانه ان شاء الله ديما متألقة على خاطر بالحق لموديل اللي قاعدين نشوف فيه كل من تصاميمك. يعطيك الف صحه، نشوفوا قاعدين في حاجات مزيانه، حاجات تونسيه، فما ميلونج بين الحاجات القديمه والحاجات الجديده، تدخل في توش مزيانه، فما دي ميساج تحب توصلها ومعنى المراه كي تلبس تحس تخليها كلها عندها طاقة إيجابية، لازمها تكون فرحانة. تنصية بصفة عامة، ولأي امرأة بالحق لازمها تكون كي تلبس حاجة هي تفرح بها، مش تلبس حاجة بون خاطرها لازمها تلبس وتخرج، لا يلزم تكون شيخة بروحها وبزينها وكلنا محلينا ومليانات. شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك عزيزتي، كلك طاقة إيجابية وكلك محليك وعندك ضحكة محلية على الأخر، برافو. إن شاء الله احنا نتقابلوا كالعادة كل نهار أحد في برنامج نهارك زين. يعيشك يعيشك.